السلام عليكم، شلونكم طلابي الحلوين؟ ان شاء الله بخير. وياكم الست رقيه لماده الرياضيات الصف الثاني الابتدائي. وصلنا الى الدرس الثاني. موضوعنا اليوم كسور الوحده كاجزاء من مجموعه. يعني احنا عرفنا انه الكسر يتكون من البسط والمقام، وهذا الخط يسموه خط الكسر. موضوعنا اليوم كسور الوحده كاجزاء من مجموعه، يعني عند مجموعه والجزء الملون الواحد اللي مختلف عن المجموعة هو يمثل لي البسط، أما كل الأجزاء أو كل الأشياء المتماثلة تمثل لي المقام. شلون أريد أكتب هذا الكسر؟ الجزء الملون أو الكرة الملونة عندي وحدة أخليها بالبسط، المقام أجمع الأجزاء الملونة والغير ملونة. عندي هنا وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عندي خمسة. شلون أقرأ الكسر؟ احنا قلنا البسط والمقام هذا يمثل لي خط الكسر. خط الكسر يقرأ لي من؟ خط الكسر يقرأ لي من؟ أقول واحد من خمسة، واحد من خمسة، يعني واحد من خمسة أشياء متماثلة. واحد من خمسة أشياء متماثلة. خلنا ناخذ المثال الثاني. عندي هاي مجموعة أقلام، عندي ثلاث أقلام، شلون أكتب لها الكسر؟ القلم الملون أخليه وين؟ قلنا نخليه بالبسط، واحد جزء ملون. مجموعة الأشياء المتماثلة نفس الأقلام أحسب الكلهن، واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاث أقلام. هذا شلون أقرأ؟ واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، يعني هنا أقرأ ثلث وهنا أقرأ خمس. هسا وصلنا إلى موضوع مقارنة كسور الوحدة. مقارنة كسور الوحدة صفحة 154. من كلمة المقارنة لازم نستخدم، نحن نعرفها المقارنة، نستخدم الأكبر أو أصغر الرموز. هنا منطيني يقول لي اكتب الكسر وان ثم قارن بين الكسرين، اكتب علامة الأكبر أو الأصغر. هنا عندي مربعات وهنا عندي مربعات. هنا خلنا نشوف نحسب المربعات ايش قد عندي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وهنا عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. احنا قلنا الجزء الملون يمثل لي البسط، الجزء الملون يمثل لي البسط. أخلي واحد جزء عندي ملون مربع واحد، على ايش قد حسبناهن؟ على ثمانية، صار واحد من ثمانية. هنا أنا عندي واحد جزء ملون واحد، كل الأجزاء الملونة والغير ملونة عندي ستة، واحد من ستة. خلنا نشوف من الأكبر، الواحد من ثمانية أو الواحد من ستة. إحنا قلنا المساحة كلما قلت هي الأكبر، هو الجزء الأكبر. هسا واحد من ثمانية أصغر من واحد من ستة، أصغر. ليش؟ لأن هنا خلنا نشوف المساحة أكبر، أكبر مساحتها. إذا الكسر واحد من ستة أكبر من واحد من ثمانية. هسا خلنا نأخذ المثال الثاني. ها عندي دائرتين، دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء وعندي دائرة مقسمة إلى ست أجزاء. هنا أنا عندي جزء ملون واحد وهنا أنا عندي جزء ملون واحد. هنا إحنا قلنا الجزء الملون نخليه بالبسط، واحد على شقد؟ على أربعة. أقول واحد من أربعة، واحد من أربعة. الدائرة الثانية عندي جزء ملون واحد، وكلهن الأجزاء الملون والغير ملون أخليها وين؟ أخليها بالمقام، ستة. خلنا نشوف من الأكبر، الواحد من أربعة أو الواحد من ستة. إذا الواحد من أربعة أكبر من الواحد من ستة. المساحة هنا أنا قلت، إذا هنا المساحة هي الأكبر. هنا أنا أقرأ ثمن هنا أنا أقرأ سدس، واحد من أربعة أقرأ ربع، واحد من ستة أقرأ سدس.